Shaking back and forth. مش عندك معاش اساسي؟ عندي معاش اساسي. امال ليش تشحتي؟ للعلاج. شويه نشحت. تدور العلاج في مستشفيات للدوله. والله العظيم احوه يا ريت تبلغ. شويه خلي. انت مش ليبيا. والله ليبيا غير شوف بس خلاص انت وصلت القايد ما عاد حد بعدها خلاص. والله مش متوفر في الساريه هو العلاج. جايه من بس تبي علاج لي ولدي. ولدك تعالي في المستشفيات بعد الدولة. والله ما والله تعبت. بلاش. والله ايه ليش ما تعالجي في المستشفى؟ هو انا عايش في المستشفى. لا لا شوية والله قالوا لي ما موجود اعطوني كبسولات في الجمعة. ما فيش شحاتين. ما فيش شحاتين يا دكتور. ما فيش شحاتين. هو حاضر حق خلي كمل. هو العلاج بس هو. شوية جاي من كمل. لا 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 من طرابلس. والله عندي ولدي شو يشتغل ولدي ما يشتغلش من السير ومريض وزوجك مريض كل مرة مش ياخذ في معاش كله زوجي الأول متوفي بنتي متوفية وتو تزوجت سنة ثاني عول علي وما عادش يعول وتعبان انت ليش تشتغل ما دام عندك معاش مش ساعدني والله ما ساعدني للعلاج الله انت العلاج مجانا وين ولدك خذ يمشي للمستشفى وين ولا الثانية وين وحدك كان بشير براني وكل مش موجود والله ما موجود تفضل يا سيدي وبعدين ما ليش ليبيا والله العظيم لا ليبيا